طبعا هناك سمات مشتركة، المشاركة الملحوظة من المرأة، وفي الأقصر أيضا لاحظنا تواجد للشباب كما ذكر زميلنا محمد محروس، والكثافة في التصويت ربما زادت في الساعة الأخيرة بعد انتهاء الأشغال. لنذهب شمالا إذن إلى مطروح هذه المرة، ويتواجد هناك الزميل رامي محمد يتابع الحركة منذ بداية اليوم. يوم رامي، ما هي المشاهد المميزة للانتخابات في اليوم الأول في جولة الإعادة في مطروح؟ دينا، برحب بكل متابعينا في كل مكان في متابعة لسير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح. هذه العملية الانتخابية التي شهدت على مدار اليوم سماتان مهمتان. هذه السمات هي استمرارية وتنوع، استمرارية في التواصل والحضور المستمر من جميع الناخبين، لم ينقطع هذا الحضور سوى في ساعة الراحة من الثالثة وعند الرابعة، وأيضا التنوع في حضور جميع الفئات خاصة مع دخول ساعات المساء الأولى بدأ تزداد حركة توافد الناخبين ومن جميع الفئات. من خلال تواجدي الآن داخل المركز الانتخابي الخاص بمجمع مدارس أبو بكر الصديق بمركز ومدينة مرسى مطروح في الدائرة الأولى، شهدنا على مدار اليوم توافد من جميع الفئات سواء من الرجال أو من السيدات. هذا المركز يوجد به لجنتان، لجنة الأولى واللجنة الثانية، هذه اللجان مشتركة في الحضور بين الرجال والسيدات. شهدنا حضور للرجال، شهدنا حضور للسيدات، وهذه المشاهد اعتيادية، أيضا حضور لقبار السن وحضور متواصل على مدار اليوم، واللافت هو حضور الشباب. وجدنا مع دخول ساعات المساء الأولى حضور كبير جدا من الشباب، وأيضا الأسرة القبلية البدوية هنا استحبت معها أيضا الأطفال في الحضور إلى المشاركة، وأيضا لغرس ثقافة المشاركة عند الأطفال. هذه العملية الانتخابية وهذه الحالة من الحضور الكبير لأبناء محافظة مطروح تعود لعدد من النقاط والأسباب. يأتي في مقدمة هذه النقاط استقرار حالة الطقس على مدار اليوم، ربما يتوقع البعض سقوط أمطار، لكن حتى الآن اليوم مر بسلام فيما يخص الأحوال الجوية، لم نشهد سقوط أمطار. هذه الحالة يعني ساعدت بشكل كبير جدا على حضور الناخبين والتوافد الكبير. أيضا من ضمن النقاط المهمة التي ساعدت على حضور الناخبين هي المنافسة القوية والشرسة التي تدور في هذه المحافظة بين أربعة مرشحين يتنافسون على مقعدين في دائرتين، الدائرة الأولى وبها مركز ومدينة مرسى مطروح التي تتواجد بها الآن، والدائرة الثانية التي بها مركز ومدينة الحمام. يعني هؤلاء المرشحون ينتمون إلى أكبر العائلات وأكبر القبائل البدوية في هذه المحافظة، ما جعل حالة المنافسة شديدة وشرسة، وأيضا دعا إلى حضور كبير جدا وحشد كبير جدا من قبل أبناء هذه القبائل وأبناء محافظة مطروح. أيضا من السمات والنقاط المهمة التي ساعدت على حضور الناخبين هي الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة التي قامت بها محافظة مطروح مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. أعود إليك مرة أخرى ولنا متابعة. بالتأكيد تبقى متابعتنا مستمرة من خلالكم الزميل رامي محمد من مطروح. أيضا أشكر كل الزملاء الذين شاركونا في تغطيتنا هذه الساعة، كريم رجب من المنيا، وأيمن عماد من الوادي الجديد، ومحمد محروس من الأقصر. شكرا جزيلا لكم.